وخلال اللقاء أيضا قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء فرج البحسني: يجب على وسائل الإعلام نقل ما يدور في مديريات وادي وصحراء حضرموت ونقل المطالب الشعبية المشروعة، داعيا الإعلاميين والنشطاء إلى مناصرة دول التحالف العربية الداعمة والمساندة لجهود المجلس الرئاسي والحكومة نظرا لما قدمته من شهداء ودعم في المجال العسكري والأمني، مشددا على عدم التعرض لقوات النخبة الحضرمية وتسريب المعلومات العسكرية والأمنية. ايضا وسائل الاعلام يجب ان تطرق الى تشخيص الحاله الامنيه في الوادي بدون مزايدات بدون شيء. شخصوا وقولوا الشعب ماذا يريد في حضرموت في الوادي؟ ماذا يريد؟ حقيقه ندافع عنه، نحن بندافع عنكم. لا تتعرضوا للنخبه. لا تتعرضوا للجنود تكسروا في معنوياتهم. لا تتعرضوا لقوتهم. انا شفت مقالات تشيد بالنخبه. والمقابل شفت مقالات وهي قالت هذا النخبه ما عندها سلاح، ما عندها قدره، ما عندها رواتب. يا اخي تفهم هذا الكلام ايش تقول؟ هذا يستفيد منه العدو. مساله الحفاظ على الاسرار العسكريه والامنيه مساله مهمه جدا. يجب التاكيد على ان يكون اعلامنا مناصرا ومؤيدا وداعما لسياسات دول التحالف العربي المؤيدة للشرعية. هذه الدول لها فضل كبير علينا، قدموا السلاح، قدموا المال، قدموا أبنائهم، وبعض الأبناء كانوا من أبناء الحكام أيضا، قدموهم من أجل الدفاع عن اليمن، من أجل وضع حد لهذا المد الحوثي المد الإيراني في اليمن.